ضربة البداية فقط للكبار، الكبار هم اللي يحضرون داخل الملعب. الصغار بيظلون ينافسون لين يعرفون كيف يخططون. رجعنا من بعد غياب وندري صارت وايد أغلاط. أي موضوع بيتم بهاي الطريقة هو غلط. وسمعنا اللي قيل طرتنيش متروك ونقال احنا ما نتكلم احنا نشتغل. بس هالموسم كل شي غير. هذا طموحه يتم في الدرجة الثانية. لا نقدر نروح قدام بس الإمارات يطقون طق هناك. ونتمنى أن الموسم دي يعدي على خير. تدري وإيش عيد؟ هاي جول حمود. والله اليوم كان نجم المباراة. ما نقدر نسجل عكس التوقعات صراحة. في أجواء لازم نعملها لهم شوية أكشن وهي شيء طبيعي. جماعة الموضوع اللي رجعنا عشان اليوم في كل بداية موسم لازم نعرف كل فريق وين ناوي يروح، شنو في باله من طموح. وأكيد في فرق طموحها مسموح، ولكن وضعها ما يخليك تتفائل أن الفريق بهالمكان بيكون موجود. والوهلة الأولى إذا بقول بطولة بسمع اسم رفاع، منامة، خالدية ومحرق. أكيد عدنا والعود أحمد. اليوم إحنا دائما نطالع فريقنا زين ونطالع الرفاع زين ما نطالع أحد. طلع أبو عبد الله ما يصيب عبد الله. أنت رجال أكثر واحد يشتغل خارج الصندوق أنت. إذا قلت هاللوم بعد أنا ما أفهم. اليوم البطولة فقط للكبار. ما فهمت هاي مدح ولا ذم؟ البطولة دائما فقط للكبار. نحن طموحنا إنه نظهر بمظهر جيد. بالنهاية نحن ما فريق لحالنا عم يشتغل بهذا الموسم، كل الفرق استعدت. نحن إن شاء الله منضل منضل قريبين من المنافسة، وإذا الله كاتب لنا إن شاء الله أكيد طموح أي فريق يكون موجود على منصات التتويج بكل البطولات. يعني المنامة متى بيتوج على هالعمل على هالمال على كل حاجة؟ تقدر عليه. أنت تتكلم شلون أقدر عليه ولا ما أقدر عليه؟ المنامة هو اللي يبحث عن منصات مبرفة. الرفاح المنامة هو اللي يركب يبحث عن المنصات. ابو عبد الله حق مناوشاته في الاعلام واحنا خلينا الملعب وان شاء الله. بس تتكلم في الاعلام. ابو عبد الله من اعلامي معروف. ابو عبد الله حق المناوشات بس اما شغل كوره ما كوره. شغل ما كوره كوره ما عنده. عنده بس التحليل الامارات وايد زين له بعد. خلي يعني ما يتكلم عن كوره. لا خلي في الامارات وايد احسن، لان الامارات يطقونه طق هناك بسرعه يردون عليه ويسكتونه، فهو ما عنده احد يرد عليه. فاحنا بعد نفس ما تقول ما بنرد عليه، خله حق الاعلام واحنا لنا الملعب. خليه والصغار بيظلون ينافسون
ينافسون ينافسون لين يعرفون كيف يخططون وبناء فرق. اليوم الخلدية ولا الرفاع ولا المحرق ولا هذه، أنا اليوم واحد أحب التطوير، فاليوم إذا أنت عندك إمكانية ولا أشوفك حاضر فأقول ليش أنت هل عندك إمكانية ولا حاضر، فلازم ننتقدك ونقول لك أنت ليس في مسار صحيح، صحح مسارك. اليوم كرة دورينا تبقي فرق، وتبقي لما تتوفر المال وتتوفر الإمكانية يجب تظهر هويتك وشخصيتك الخلدية، كل شيء فيه إلا الشخصية داخل الملعب. قد يكون هذا الموسم نجدها استقطابات مال كل شيء زين، لكن أنت تريد داخل الملعب هوية فنية زين ومحيط مثالي ممكن يسوي بطل. اليوم البطل مفترض يكون الخالدية، لكن في ضربة البداية قد يتعثر وقد يأتي. وشي رجع له، شي رجع له. أقول لك النتيجة تتكلم، الملعب يتكلم، إحنا ما نتكلم، إحنا نشتغل. أقل نتيجة تتكلم، بس ما عندي شيء ثاني أقوله. الفريقين أجزموا أن الرد في الملعب، لكن الرياض في النهاية عن فريق شال الضغط بأنه مو هو البطل المفروض يكون. اليوم أربع مواسم من يتصدر المشهد في البحرين؟ الملك الرفاعي. خلاص زين، الفرق هي اللي تبحث عن الرفاع. صراع المقدمة شكله بيكون على نار، والفرق الأخرى لازم تعرف شنو داخلها يدور. صراحة أنا أبي أعرف الشرقي وين يبي يروح. فريقك مو تقليلا فيه، الإمكانيات واللاعبين اللي عندكم أتوقع يعني توقع البقاء زين. صعب ينافس على الهبوط. تو الناس تو نبادي. لا شوف، إحنا دائما نعول على منظومة وعلى السيستم اللي يلعب فيه فلورين ماتروك. يمكن شفنا المباراة الأخيرة في كأس الاتحاد الآسيوي ما توفقنا فيها، ولكن أظهر يعني ماتروك أظهر قدرته على تنظيم الفريق بشكل جيد. يمكن ما صار عندنا تغيير كبير في الفريق، ولكن يمكن في خيارات أكثر في الفريق الموسم هذا من الموسم اللي فات. يمكن العام انهينا الموسم في المركز السادس، يمكن آخر أربع أو خمس جولات يعني صارنا دروب، ولكن إن شاء الله هذا الموسم قادرين على أن احنا نعوض يعني نرضي جماهيرنا. والأهلي طيب شنو عندهم من كلام؟ شوف في البداية يعني نادي الأهلي معروف، يعني تاريخ نادي الأهلي مستحيل أعظم الإدارة والإدارة حتى الجمهور مستحيل، يعني إذا بتقول مثلا رابع مستحيل بيوافقون هالشيء. يعني الأسامي اللي جايبينها والمحترفين اللي يدد يعني الإضافات اللي صارت على الفريق أكيد نكون من توب 3 صراحة. بصراحة ما بمجامل، هالموسم الكلمة اللي صارنا سنين نسمعها بتصير ولا ما بتصير؟ لا مش نظري، ما يرجع لك. أحترم أنا نادي الأهلي، نادي السابق، عرفت؟ يقدر الأهلي يرجع نفس الكلمة أنت في البداية قلت لي لا، صفة الأهلي يرجع هذه لا ننساها هاي الموسم. يرجع أنت بتقول لي يعني الأهلي أول ثاني ثالث أستبعدهم. علي حبيب استبعدهم بس ما قال عن فريقه شيء. صرح المركز الثالث خلاص، أنا ما بألف ولا بأدور. قال سترى المركز الثالث. أنت المركز الثالث تقدر تجيبه؟ صراحة عقلانيا مو صعب. منامة احترام لكل الفرق، يعني مو بس المنامة، خالدية، رفاع، تقدر عليهم خمس فرق قدامك. ما في فريق صعب، ما في فريق صعب. اليوم بيبين ضد سترة شو يصير المنامة. بيبين علي حبيب انت الحين قاعد جاملني ولا سالفة ولا صدقك يعني. لا ما جاملك، بس انت تقول لي ان شيء صعب، ما في شيء صعب في كرة القدم، ما في شيء صعب. انت عمل مالك مجهودك كل الامور توفرها حق فريقك، ما في شيء صعب. انت وفرت كل الامور تقريبا، يعني انت مالك عذر؟ لا ما لي عذر. يعني ما طلعت من الثلاث الاوائل؟ لا انت لا يعني ما تقول لي الثلاث الاوائل، الحين انا اعطيك تصريح ان انا بكون الثلاث الاوائل، بس بكون فريق ثقيل على جميع الفرق. بتكون ثقيل عليها؟ على جميع الفرق. والغريب في الموضوع ان كل الصاعدين طموحهم غير.
والله احنا ان شاء الله نكون بالثبات مرتاحين بالخمس الاولي او ست فرق. دائما نادي الشباب هذا طموحه، يتم في الدرجه الثانيه ما يكون في النص، هذا طموحه دائما. وافق الراي على حسب امكانيات النادي يا استاذ. لا ما فيش مشكله، احنا واضح هدفنا، لو اقول لك امكانيات النادي بنشتغل على قدها ما بنقدر ابدا نطلع فوق سقف النادي. انا اجيب محترف 100,000 ويطلع مش كويس، شو بصير بالنادي؟ الميزانيه بتنزل. لا، نجيب محترف عقدنا في امكانياتنا، اربع خمس محترفين بسعر محترف من الفرق الكبيره. لا لا لا، طموح ثاني اللي يقول لي غير هالكلام ما عنده مصداقيه ولا عنده اي شيء. نادي الشباب من عرفنا من يومنا هذا طموحه، تربينا على هاي الامور. شلون انت تنزل تصعد، هذه طموح متعارف عليه يعني في نادي الشباب. وهم اليوم صاعدين فريق شاب، عندهم الطموح انهم اول موسم انه يتمون في الدرجه الدوري ناصر. وهاي ثاني صاعدين وثالثهم البحرين. انا حاطك تطلع من المركز السادس للثامن، ما تطوف وما تقل، تقدر. هو طبعا شوف الحين الكره عمل في داخل الملعب، من يعمل بيحصل نتيجه في النهايه، فاحنا نعمل قدر مستطاعنا بحسب امكانياتنا ان نتم في الممتاز، ان نوصل في طبعا لاعبين اشتغلتوا شغل عوري، جبتوا لاعبين وسويتوا وبعد فكرون بس تتمون في الممتاز. لا هاي مو طموح. انا ما كملت لك، يعني انا اقول لك شوف احنا الفوز مشروع والبطوله مشروع حق الكل. احنا هدفنا ان ننافس، طبعا اذا انت ما قدرت تنافس لازم تتم على الاقل في المراكز المتقدمه. ما وصلت المراكز المتقدمه لازم تكون على الاقل في منطقه الامان. فأنا أتمنى من الفريق إن شاء الله يكون حاط هذا في شيء في باله، وطبعاً هو إحنا مهيئينهم على هذا الشيء، فإن شاء الله أمورهم طيبة، يعني نحاول قدر المستطاع. البحرين معانا متفقين، يبقى عندنا حين الحد الحالة بديع والذيب. إحنا بنحاول نحن نعمل فريق كويس وفريق قوي، ويعني ربنا يكرمنا نحن نحاول نحقق مركز كويس. نوصل لإيه؟ كل ده هيبان بعد، يعني بعد ما نشوف الفرقه ونتاكد منها الفتره اللي جايه. انت بتجهز فرقتك وبتحاول تحسن وضعها وتحاول تعمل منها تيم كويس بيلعب كوره كويسه ويحاول يحصل على افضل نتائج، وبعد كده توصل لانهي نتيجه ده حسب ما احنا بنشد حنا ونجتهد يعني في المباراه اللي جايه. يعني غير البقاء في دوري ناصر بن حمد، البدايه لوين يقدر يوصل؟ لا نقدر نروح قدام، بس اذا يعني اللاعبين يحتاجون يعملون اكثر. اتوقع مسير الحد هو ما بي اهبط، بس يعني موسم صفري يعني. حرك تعور على المناصب، على الاول ان شاء الله كاس ودوري ان شاء الله. زي عندك المنامر رفاع الخالدي كلها اقوى منك على الورق. لا انا اكن كل احترام حق كل الافرقه، بس انا ان شاء الله ضامن الفوز ان شاء الله. نرفع الكلام وعرفنا في جعبة كل فريق شنو من أحلام. خلنا نعرف الحين في مباراة الشرقي والبحرين شنو بيصير. طبعا الكل يعرف أن متروك رجع الفريق، وفي رجعته أسئلة وايد تنسأل، وأولها دوري متروك هاي اللي انت مشيته ويبت مكانه غسان معتوق، وغسان معتوق هاي اللي شلته ورديت يبت مرة ثانية فلورين متروك. شو السالفة كابتن غسان؟ يعني تولى المهمة في 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 شهر 6 نهاية 6، اعتذر عن مواصلات العمل في قبل لا نخوض غمار منافسات كاس تحلف. انتوا اقلتوا كابتن. اعتذر عن مواصلات المهمة واحنا قبلنا اعتذاره، وكان الافضل او الادرى بوضع الفريق كان الكابتن فلورين. كابتن انت يمكن تتابع الكره العالميه، فالكره العالميه دائما كنا نشوف اذا المدرب يقال اللي ياخذ زمام الامور مين اسرع واحد يكون مساعد مدرب. صح، والمساعد يعني خلينا نقول اشتغل المساعد اشتغل مع خالد دوس، ايش خالد دوس اشتغل مع متروك وعارف هاي اللاعبين. اما انت ما تعطيه فرصه، مو تقليلا فيه، بس اللي انا اقدر افهمه والشارع يفهمه انه ما عندكم الثقه الكامله في هاي الريال انه ياخذ هاي المهمه. خالد الدوسري صعب والنعم فيه ولد النادي، بس خالد الدوسري يعني الافضل مكانه هني زين.
كان مساعد مدرب وايد زين، خادم الفريق، خادم الفريق، خادم الفريق، هو اكثر خادم الفريق اكثر هاللون، يعني يضيف حق الفريق ازيد كمساعد، يعني ما من وجهه نظري انا اشوف انه هو يضيف حق الفريق ازيد كمساعد هاللون. انت سالتني عن ليش ما اعطيت خالد الدوسري؟ احنا ما عندنا انديه للاسف ان ادارات الانديه تحط لك مساعد مدرب وطني بس تكمله عدد الشرقي، يعني بما فيهم الشرقي. الفرصة بتي حق كابتن خالد، كابتن خالد يمكن من أكثر المدربين اللي اشتغلوا ويا الفريق. كابتن خالد مو بس هالسنتين كان ويا الفريق، كابتن خالد من 2012 كان مع الفريق، اشتغل مع مدربين يعني العديد من المدربين، العديد من الأسماء، والفرصة أكيد بتي حق كابتن خالد. يعني أوكي كمدير، يعني أنا على الفريق أوكي. كابتن الفريق أدرب واطن الأمور، الأنسب لهذه الفترة. ايضا نشكر يعني نشكره شخصيا على 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 تحمل هذه المسؤوليه، وان قاد الفريق في ذي الوضع الصعب، واستطاع ان يعني كنا قاب قوسين او ادنى من التاهل كاس الاتحاد الاسيوي. ودائما يعني كابتن فلورين على قدر المسؤوليه، ويعني تربطنا في علاقه جيده، ما تردد ولو للحظه واحده من تم الاتصال فيه، بالعكس ابدا استعداده وبكل شجاعة وتحمل مسؤولية الفريق وقاد الفريق في هذه الفترة، وأعتقد هو الأنسب في هذه الفترة. طبعاً أنا أسمع أقول لك أنا ما أقدر، يعني أنا ما أقدر أقول، بس يعني يمكن أنا يعني يمكن أنا أقول لك إن أنا يمكن أستحق يعني إن أكون يعني طبعاً في من كذا سنة المفروض يعني في نقال، يعني مو بعد متروك، يعني قال كذا مدرب وأنا كنت موجود، يعني ما حصلت فرصتي. صريح ما يشوفون إن ما عنده شخصيه انه يقول الفريق، انت من قبل انا قلت انه متروك اللي زين اللي فيه انه انضباطيا. يمكن اصير مدرب في الشارقي ما تدري، لكن انا اتوقع ان الموسم الجاي، يعني الموسم الجاي اتوقع ان انا احصل لي مكان ادرب فيه ان شاء الله. يا مدرب في الشارقي يا برا الشارقي مدرب ان شاء الله. ان شاء الله اتوقع سمعتوا الكلام وعرفتوا الموضوع. خالد الدوسري خلصها من النهايه، قال ان انا الموسم الجاي بترك الفريق اذا ما كنت المدرب. بس تعرفون انا مستغرب منه شنو؟ انه هو للحين ليش ما مسك، وأن الشرقي ليش لليوم على هالكلام متمسكين فيه؟ بترك لكم الجواب. الحين خلنا نشوف الشرقي شنو مسوي. من زمن الشوط الأول من اللقاء، محاولة الآن عالية داخل منطقة الجزاء خطيرة، جول! افتتحها الكراني بتسجيل الهدف الأول. هناك في الخانة اليسرى برأسية وضعها في الشباك، هدف مقابل لا شيء، هدف مقابل لا شيء. ومن كرة عرضية جاءت الركنية للمرة الثالثة يا فلورين متروك. بعد ذلك تهيأت إلى المتقدم الكراني يفتتح أهداف دوري ناصر بن حمد تحت أنظار محمد عبد الجواد. من لقطة الماضية لاحظ العرضية الجميلة من عبد العزيز، بعد ذلك الكراني الصدر في الأرض. وفي الشوط الثاني البحرين حاول يرجع. تبديلات وايد غريبة، عزيز ما حب يتكلم، لكن متروك عليهم تكلم. I tried to change some player, but you see, Karani have show a physical problem, but I was a little surprised and I don't want to say disappoint about the player who didn't play too much, like Manda, the Serbian, like Aziz. I want more from them. هاي جول حمود. حمود جول ذي. ومستمر الآن عالية داخل المنطقة، جول! يا سلام يا سلام يا سلام على هدف التعادل. وضاح يسجل هدف التعادل، أول بديل في دوري ناصر بن حمد يسجل هدف المباراة وهدف التعادل للبحرين، يسجل في هذه الأثناء عند دقيقة 75. فعلاً الخطأ كلف هدفاً يا فلورين متروك، الخطأ الماضي كلف هدفاً يا فلورين متروك، هذا هو الخطأ الرابع من نفس المكان، استغل أخيراً وضاح وبوضوح تام. ثابت
بهالطريقه يدش عليك جول احمد هاي بعد ثاني جول يجي عليك بهالطريقه يعني انت بعد عندك مشكله يعني في الاسيويات جول بهالطريقه واليوم جول بهالطريقه يعني عمقك في مشكله عوده والله انه هاي الامور ما اقدر اتدخل فيها ولا اقدر اتكلم فيها لان في النهايه في مدرب يحاسب ما اعرف انا الصراحه شيء ذيس فري كيكس ار مان تو مان سو ذير اي دونت نو بات اي انديرستاند ذا جول از ويذ هاند بليز يو تشيك تو انالايز ذا جول فروم بحرين اي ثينك از ويذ هاند All players say that is with him. متروك في البداية قال لك أن اللاعب ما مسك المهاجم وبعدين قال لك تحكيم بس الواضح أنها مو لمسة يد. يعني هاي اللاعب رقم 4 مساوعة مال البحرين تسبب في هدف ولا مشاركة شفت منه لا فائدة. إذا هاي النوعية من المحترفين بتي دورينا وين بنتطور؟ وين بنوصل؟ أنا بعرف لازم أسألهم هاي بناء على شنو اختاروا؟ لازم أعرف من الإدارة بناء على شنو اختاروا؟ رأي الناس أتوقع واضح ومعروف. أصبح عارف من الإدارة ليش أو المدرب ليش خد هاللاعب من ذي اللاعب هاي اللي بيواصلك مكان شوف أنا أقول لك شغلة أنت ما تعرف الظروف اللي مر فيها الفريق آخر ثلاثة أيام شنو مريت فيك تخيل أنت آخر ثلاثة أيام عندك 9 لاعبين ممتازين معاك في المعسكر من بداية المعسكر 5 منهم أساسيين فجأة يقول لك والله ما نقدر نسجله غلطات مين ذي؟ بصرف النظر ظروف خارجة عن الإرادة طالما يلعب أنا مقتنع فيه مقتنع كابتن الأدوار اللي قاعد يسويه؟ أي واحد يدخل الملعب ما دام يلعب معناته أنا مقتنع فيه شوف ما دام لاعب مثل ال 11 عندي صار لاعب زين جاملة كابتن ولا قاعد جاملة؟ أنا ما أجامل أنا الحمد لله محمد عبد الجواد معروف ما يجامل أعطيني أعلامك صريح بس أنت مو قاعد تصير صريح شوف لو عندك اللي موجود لازم تلعب فيها اللي فهمته من كلام الكابتن ان هاي اللي موجود واللي موجود خلاه يلعب فيه انا مو مقتنع فيه وايد واذا تسالون عن الظروف الفريق المنع من التسجيل بسبب لاعب قدم شكوى على الفريق في الفيفا عقب الصفاره الفرحه عارمه عند البحرين ومتروك حسرته واضحة على العين. Today yes was a hard luck because even if we I don't know how to say I don't know how to define this game today. طبيعي الشرقي يبغى إيش اسمه يبغى يسجل هذا إيش أمر طبيعي ومندفع وأنا أبغى أحاول بس على الأقل يعني ما حد يتعور من اللاعبين. تبي تحافظ؟ مليون بالمية أبغى أحافظ. وضع الفريقين مو واضح لحين. ويا الشرقي كلامي لحين أتوقع يكون قائم أنا في الملعب والي كان مشغول في مباراة الأهلي والخالدية توقعون شنو اللي قاعد يدور هذه المباراة ملخصة سريع هجمات وخطورة من الخالدية نهائي كأس الاتحاد الآسيوي كرة الآن إسماعيل عبد اللطيف ويسارية من مهدي حميدان والتصدي خيالي مثالي لحارس النادي الأهلي إبراهيم لطف الله بس كان أمامهم سد منيع سد خلى أخطر هجمات الخالدية قدامه بسهولة تضيع يعني على المحاولة يسارية والتصدي لإبراهيم لطف الله يسيطر عليها تسديدة قوية والتصدي ولا أحلى إبراهيم لطف الله يا ناس هذا الحارس مش طبيعي هذا الحارس إبراهيم لطف الله واحد من أفضل حراس البحرين لطف الله ما شاء الله عليه سكت من الآخر يعني مستانسين منه نجحنا فيه إن شاء الله يواصل على المستوى واجد اليوم هو قاعد يعاقب الخالدية واجد أكيد إبراهيم أنا قلت لك نجم بيفيدني وايد المباراة اليوم كان نجم المباراة لولا كنا ممكن مغلوبين الحمد لله أنه هو موجود ويانا في الأهلي يبين من هو إبراهيم لطف الله في المباراة الموضوع مو هني الموضوع أن السد هو إبراهيم لاعبهم السابق اللي كان يبغي يطلع من الفريق لأن نفس ما نعرف أن الموسم اللي طاف كان للدكة حبيس وهاي الموضوع صار فيه بعد تأخير احنا كإدارة مع بعض اشتغلنا إدارتنا وإدارة نادي الخالدية ما كان في صعوبات منهم بالعكس الإخوان في نادي الخالدية كانوا متعاونين معانا
بس صارت إجراءات بسيطة يعني. والله اللي صار يعني هم بينهم يعني، أنا في النهاية يعني كان لي كم شهر باقي ويا الخالدية، وفي نفس الوقت يعني كانت رغبتي إني أطلع، لأن كان رغبتي إني ألعب وأرجع يعني. صار شوي شد وجد، في النهاية يعني انحلت الأمور، ما قصروا لا نادي الخالدية ولا الأهلي ولا وكيل الأعمار. اللاعب ذكر أنه في صعوبات، ودام انحلت الأمور ننسى الموضوع ونرجع نقول كأن اليوم على الأداء، على التصديات، على يعني بشكل عام، كأن هذه رسالة موجهة إلى نادي الخالدية بشكل صراحة. شنو هي الرسالة؟ لا والله أبدا أحكى فيه وايد أشياء. لا والله أبدا ما في رسالة، بس يعني هاي المستوى إن شاء الله واستمر فيه، والكل شاف قبل كان هاي مستوى الله، وإن شاء الله أستمر في هاي المستوى. أنت تحس إنه هو أفضل من شبر بصراحة؟ أفضل من شبر ما أقدر يعني أقول أفضل من شبر، بس كمستوى يعني أنت شفت اليوم كم كرة خطرة شالها، يعني تقريبا 3 كور خطرة شالها. فأنت تحكم على اللاعب بأداء. بالعكس يعني أنا وشبر أخوان يعني في النهاية، وهاي الملعب يعني في النهاية واحد اللي بيلعب، وفي النهاية في نفس الوقت يعني هاي كان قرار المدرب يعني مو قرار يعني حتى لو اجتهدت بعد قرار المدرب مقتنع. فكرة القدم في عرف متداول، اللي ضيع يستقبل. الأهلاوية الله، حسن بدأ في ثاني محاولة أهلاوية حقيقية يسجل الهدف الأول لمصلحة النسور الأهلاوية بخطأ دفاعي للخالدية، نجح هذا اللاعب حسن مدن. الأهلي في المباراة انتصر والخالدية تعثر. وفي نفس الملعب المحرق العمو على الحد، الغلبة فيها توقعون المين. أنا أشوف الشوط الأول ما كانت فيه خطورة مذكورة، بس في الشوط الثاني الذيب بدأ يكشر عن النيابة. التمريرة لفابيو والخطورة، كرة جول 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 أول الذيب، هدف أول المحرك بكرة بدت صح والنهاية صح. هنا التمريرة، هنا قامة، وهنا سفيان محروق في الظهور الأول، الهدف الأول والمتابع يا على الهدف الأول والتحرك من الجهات اليسرى. الحد مو في الفورمة، والمحرق يستاهل العلامة الكاملة. الكرات الثابتة، هنا محاولة، جول جول جول، نعم انتظر الفرصة. ماريو ظهر، ماريو يسجل، ماريو يضع الكرة داخل الشباك، هو انتظر فرحة الهدف الثاني بعد عرضية رائعة ولمسة الشاهد الشامر حدوش، وكوره اوه على المحرك، اوه على ماريو فونتيلا، وفرحة الإيطالي بألوان ذيب المحرك. المحرك متوهجين وشكلهم على اللقب بالتجهيل. والحد صراحة وضعهم ما يبشر بخير. ويا وقت حين نشوف حامل اللقب في أول مباراة اللي يلعب مع الشباب. Thank you.
كان في أي هجمات من البداية ولا كان في خطورة. ولكن مع مرور الوقت الشباب بدأ يمسك الكرة. التمريرة تلعب، الكرة قد تكون خطيرة الآن، شبابية مرفوعة للقائم الثاني بالرأس، جميلة كانت، جميلة كانت لمحمد فل، ولكن بعد ذلك رأسية محمد فل تجعل علي عاشور يقلق يقول للاعب. مع نهاية الشوط الشباب بدأ عندهم يزيد الهجوم وصار اللي ما كان في البال. الاختناص فرصة هدف أول مع نهاية الشوط الأول، الكرة على اليمين خطيرة، شبابية عرضية في إمكانية. والله انا من عندنا ممكن بلنتي، لكن بترك للحكام، بديش انا اقول بلنتي وبكره اطلع مش بلنتي، الحكم هو الاقرب والحكم هو اللي ممكن يقرر. أنا ما بقدر أفوت على الحكام إلا إذا هي كانت واضحة، الكل راح يعرف إنه الشباب انظلم، وإذا مش بلنتي أنا طلعت بالسيفتي. بلنتي على أي تقدير، حكم مسكين على قد فعل حر يراكض. طبعاً في أجواء لازم يعملها المدرب، هون شوية أكشن، مدربين أوروبا كلهم بظلهم يركضوا بظلهم يصرخوا بظلهم ومشاكل كثير. لا بالعكس، أي شيء طبيعي، تصير مناوشات بين المدربين، بالعكس مدرب حلمي الكابتن حلمي جاي البحرين وطور فريق الشباب بشكل كبير، احترمه بشكل كبير، ومناوشات تصير عادية، يعني أنا بفريق يفوز وهو يبي فريق يفوز، وهي شيء طبيعي، صارت في الدوري الإنجليزي بين كونتي وتوخيل، وهي شيء طبيعي. بالعكس نطلع برا الملعب احنا اخوان ونحط هذه الأمور على جنب، لأن كرة القدم هي تكون في 90 دقيقة في الملعب، خارج الملعب احنا اخوان. حلو ان المدربين متفاهمين ويعرفون ان الشيء ما يطلع برا الملعب. الشوط الثاني بدأ غير، الرفوع ضاغط بكل قوة. ترجع الكرة الان من الاسود عند الكرة، كوميلي صوب الكرة، يا سلام، يا كوميل اي تصويبة رائعة يا كوميل، لم تكن محظوظا. انتظروا نشوف كرة لعب الآن، مقوسة خطيرة بالرأس في إمكانية خطيرة جدا الكرة الماضية، ولكن بعد ذلك تعملق وتصدي وتحدي من سيد عباس جعفر، يبعد أخطر الكرة الرفاعية من جد. هنا للرفاح الشومي يلعب كرة مقوسة عالية بالرأس خطيرة. الضغط نعرف أنه يولد الانفجار، ومع كل فرصة تضيع أحب أقول لكم أن الرفاع قاعد يقترب من هدف الانتصار. الرفاع ما زال يقاتل ويحاول، يا عيني يا شومي على المرور على التمريره خطيره داخل منطقه الجزاء، الكره مثيره، فرصه هدف ثانيه وفرصه هدف الان ينهي الامور، الكره ما زالت، الكره مستمره بالتصويب، ولكن بعد ذلك الكره مستمره، فرصه جول، نعم جول 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 في الوقت الاخير في الرمق الاخير، الرفاع ينجح بالتسجيل، الرفاع ينجح بالتسجيل في آخر ما تبقى من المباراة. شوف الكرة الماضية، خطأ كبير وغفير من حارس متألق في هذه المباراة سيد عباس جعفر، أبعد الأصعب، ولكن في هذه الكرة غلطة الشاطر كانت بألف وغلطة الشاطر كانت بثلاثة نقاط، الآن ترجح لجانب نادي الرفاع، هدف ثمين لمحمد الرميحي الرمح السام الذي يعرف جيدا كيف سيستغل هذه الكرات ويعرف جيدا كيف يستغل الثغرات. نعم الرفاعي بالخبرة يستطيع التسجيل. ورجعت مرة ثانية المناوشات في نهاية المباراة. صدق ان الرفاع فاز، بس الصراحه الشباب يستحق الاشاده انه ما سكر مرمى بل هاجم وكان ممكن يسجل. ما في شيء اسمه دفاع وهجوم في كره قدم، حلوه زين، في كره قدم تلعب فيه بثلاث استراتيجيات، الانتقال والهجوم والدفاع،
دي يسمونها التوازن في كرة القدم. فلما تشوف توازن حقيقي تشوف فريق حقيقي. فاليوم شفنا احنا فريق متوازن بين الدفاع والهجوم، فيلعب كرة بصراحة راقية. واعتقد ان الدوري البحريني يريد نوعية هذه المدربين اللي عندهم قدرة على التنظيم وعمل إيجابي في 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 أرضية الملعب. أعتقد الشباب اليوم في رأيي الشخصي هو أفضل فريق قدم في الجولة الأولى كأداء، ويستحقون أكثر من هذه النقاط ومدربهم. صحيح، هاي الأداء اللي احنا نحتاجه، هاي الفرق اللي احنا نبي نلعب ضدها، هاي الفرق اللي تصعب علينا، هاي الفرق اللي تخلي منتخبنا يصير أفضل. برافو عليهم نادي الشباب، يلعبون بثقة، كانوا يمررون تمريرات قصيرة، ما كان في إضاءة للوقت، كانوا يبادر الرفاع ويهاجم، فهاي الشيء اللي خلى المباراة تظهر بشكل زين. أنا الرفاع وأقولها بصريح العبارة، نحتاج الفرق تلعب بهجوم بهذه الطريقة، وكل فريق يلعب هالطريقة الهجومية راح يخلي الدوري ممتع، الجمهور راح يحضر بشكل أكبر. إحنا مندرب أسبوع كامل عشان ما أحط باص النادي والحافل على 18 وأعمل كومباكت والرفاع يبلش في يمين. قصدك إنه أنا إيش قصدك؟ إيش قصدك؟ يعني أنا ما بدي أعمل زون عشان الرفاع بطل دوري وإنه عنده شخصية كبيرة، بالعكس أنا اليوم ضغطت الرفاع واليوم رحت ملاعب الرفاع والحمد لله. يعني مدرب الشارقة إنه يسوي هاللون يعني. طرتنيش متروك مورينيو لما راح ريال مدريد. لا كابتن لا تبيعني وتوديني وتشتريني، أنت هاي اللي قصدك. أنت قاعد بتورط شوي اسمع. بس بعد في شغلة لازم نقولها، الشباب أدى زين لكن في النهاية خسر. لازم يعرفون أن فريقهم لازم بعد يتطور أكثر وأكثر. وحن خل مر على البدايع والحالة ونعرف إيش فيها من أهداف. بدأ بالضغط عشان يحقق مبتغاه، والهدايا احيانا توصل الفريق حق اللي يتمنوا. للامام غلطه، ويا هي غلطه، اوه الاند يسجل اول اهداف البرتغالي. الحالة يتقدم بهدف دون مقابل في ثاني المحاولات الحقيقية بهذا الخطأ من عمر سالم رجب. شوف البرتقالي وهدف أول غالي. شوف هذه الكرة وشوف هذه اللعبة وشوف الإكمال المميز. والبدايع مع محمد عدنان من أول ما مسك غير، وكان دائما مشكلة التسجيل عندهم محلولة. آخر أيضا يستعد لاستقبال، الله أحلى استقبال من دي سوزا. لم أكمل الكلمة، سجل هذا اللاعب دي سوزا الآن يسجل هدف التعادل بعد مرور 3 دقائق من مجريات شوط اللقاء الثاني لبديع الأخضر. وحين يا وقت مسك الختام، المنامة وسترة. من وراء المنامة فيها محتارين، لأن سترة بعد الانتقالات اللي صارت بالنسبة لهم غامضين. بالأساس أكيد فريق صاعد، فريق غير نسبة كتير كبيرة من عناصره، نحن محترمينهم لأكبر قدر ممكن. أكيد عنا بعض المعلومات، هن غامضين بس مو غامضين لدرجة أنه نحن ما بنعرف شيء. مثل أي فريق بجمع معلومات، مثل ما هن أكيد مجمعين معلومات عننا، نحن أكيد حاولنا نجمع أكبر قدر من المعلومات. استعدوا بشكل جيد، خاضوا معسكر خارجي، متلقين دعم جيد، ولكن بالنهاية هي مباراة 90 دقيقة. الفريق الأهدأ والعارف اللي عارف شو اللي يبغاه بالنهاية، ممكن بالآخر مع توفيق رب العالمين نكون نحن الطرف اللي بيحقق النتيجة الإيجابية. يا أحمد ما تعرفوا شيء عنهم، فريق تواصل، فريق جديد، يمكن مفاجئ.
أصلاً الجولة الأولى كلهم مفاجآت. يعني أنت لو تلاحظ مباراة الافتتاح كانت خالدية والأهلي، تحضيرات كانت الأندية اللي طرح المعسكرات وذي. كلها خسارات. ممكن كلها خسارات. يعني نفس ما تقول عكس التوقعات صارت. فأعتقد الجولة الأولى بتكون مباريات كلها صعبة. نفس الرفاع شفت مباراة صعبة ويا الشباب، يعني عانوا لما سجلوا المباراة الشارقية والبحرين، فكل مباراة بتكون صعبة بداية. المباراة الحين ما بدأت، المباراة الحين ما بدأت، هي باقي على ابتدائها 12 دقيقة بالضبط، بس شكلها المباراة بتتأخر لأن الجول مو قانوني، كلش مو قانوني الجول. ما يندرى هذه غلطة مين؟ غلطة اتحاد؟ وهل احنا لعبنا مبارتين بنفس الطريقة أصلاً على هالملعب؟ شو السالفة؟ وين مراقب المباراة؟ مفروض المراقب يعني المباراتين طافوا ويعرف هاي الشيء، ولا توهم بدأوا يركزون؟ يوم نادي المنامة تكلموا عن الموضوع، هل يجوز؟ يا اتحاد نبي إجابة. المباراة تأخرت بدايتها 5 دقائق 6 دقائق، ما بنتحاكي أن الوقت قليل، بس إذا هم فعلا يبون التطوير والاحترافية واللي صارنا فترة طويلة قاعد نطالب فيه، ترى الدوريات العالمية الدقيقة يحاسب عليه. فأتمنى نفس ما تبون تطبقون القانون في كل شيء، أهل الكوادر اللي تكون كفاءة حق هاي الشغلة إذا تبون نطور دورينا. خلنا نبدأ المباراة حين ونشوف شنو فيها بيصير. الوقت في المباراة يمر واحنا ننتظر اي حدث يصير. شوط يخلص بدون ما أي مرمى يستقبل تهديد. شوط ثاني يبتدي وإحنا ننتظر لحين أي تغيير. وفي قصة بدأت تثار. أنا أقولك عادية. أنا أقولك قانون كرة قدم. ما طالع دوري إسباني لأنك لا. طالع دوري إسباني. طالع دوري إسباني. قانون كرة قدم لا أكثر ولا أقل. ما في أدفانتج. ما في تداخل، ما في أدفانتج. ما في. داعي أصلاً كان. كلش ما له داعي كان اللي صار أصلاً. هو يمكن الحكم غلط إنه ما سوى لصالح، بس يبين. بنشوف المناور مضغوطين، اتوقع مضغوطين وايد مضغوطين بعد. قال لك
احترمك بس لا تهدد. احترمنا عندك الصوبة افضل ما عندك تهدد. معلي بس لا تهدد. اوكي؟ معلي بس لا تهدد. احترمك احترمنا. استخدم الصوبة. بس مو اسلوب تهديد. لا استخدم الصوبة عادي. اي بس مو تهديد. احترمك احترمنا. لا تهددني. عشان احترمناك قلت تطول الصوره. الرياضة مو تهديد ترى اذا بالتهديد. اذا بالتهديد. عندنا غلط اذا قاعدك برا انا احترمك. اي بس مو تهديد. انا اعطيك فرصة انك احترمك. مو تهديد. هو بيقول لك هلا اساله لاحمد جواهر بيقول لك غلط بالنهايه اكيد اي موضوع اي موضوع بيتم بهي الطريقه هو غلط هو اكيد يعني الكابتن جواهري المفروض يعني ما يتصرف هيتصرف لانه هو يمكن عنده خبرته عنده حضوره من خلال الرياضه تصرف اكيد يمكن اي شخص يقوم فيه ممكن بعدين يندم عليه فعلا احمد اعتذر على الحكم اللي سواه بس هالتصرفات لازم ما تحدث خصوصا من رئيس جهاز الكره واتوقع حين ننهي المباراه لان ما فيها شيء يذكر التعادل يعطي امل حق ستره ولكن يبعد المنامه عن اي هدف كان يتمناه الفريق حط طموح وعرف وين يبي يروح بس الأهداف ما تتحقق فقط بالكلام الأهداف تتحقق بتنظيم ناجح نصبر ونشوف الأيام الجاية شنو فيها بيدور ولما نشوف بيبقى هذا المختصر لكن نقطة في بحر يا جماعة أعرف غبنا عنكم وايد بس المهم إنه رجعنا والموضوع اللي رجعنا عشان اليوم أبغيكم تسمعونه وتتقبلونه بصدر رحب واللي بتسمعونه مني ما سمعتوه من اللي قبلي أكيد كلنا كنا نشيد في عمل نادي المنامة في المواسم الأخيرة وكانوا قريبين من تحقيق البطولة وقتها الكل مدح وقال إن حتى مع التغيرات اللي في الإدارة إلا أن النادي ثابت فنياً وموجود في دائرة المنافسات بس اليوم في مشكلة ونظن انها لازم تكون واضحة الجهاز الاداري عنده تخبطات واخرها كان الاتفاق مع معد بدني غير الكابتن محسن الغانم عشان ينضم للفريق مع العلم ان الفريق من افضل الفرق بدنيا في الموسم الاخير شلون الجهاز الاداري ياخذ قرار فردي بدون ما يتشاور مع المسؤول الاول مدرب الفريق بتقولون سوالف عادية وتحصل وتصير بس لا كل القصة ذي ما تعكس عمل إداري صحيح ولا نقاش صحي وصريح ما يصير مسؤولين النادي يشتغلون في وادي والجهاز الفني للفريق يشتغل في وادي ثاني الأساس في المنظومة إن المسؤولين يشتغلون على وفاق تام مع الجهاز الفني علشان يحققون أحلام الجماهير المنامية وأنا وإنتو نعرف هالأمور توصلنا لوين وبنذكركم جميعا